أنا اسمي خالد، خالد البيه، فنان ورسام كاريكاتير سوداني مقيم بقطر. من كثير من أنواع الفن، فن الكاريكاتير السياسي أقرب فن للمواطن، وخصوصا المواطن العربي، يعني لأنه عاوز يضحك على المأساة اللي حاصلة. يعني ففنانين الكاريكاتير دائما بيكونوا قريبين جدا من المواطن، ودي انا اعتقد انه دي اكثر حاجه لي انا شخصيا نفعت، لانه بعمل حاجات قريبه للشباب. يعني شعوري شعورهم اللي انا مارين فيه لما ارسم كاريكاتير او لما ارسم رسمه او حتى لما اكتب، يعني بيكون في تفاعل، ودي احسن حاجه في السوشيال ميديا، انك انت بتتفاعل مع الناس. يعني انت ما شخص بعيد منهم، اي شخص بي 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 بيكتب تعليق انت بترد عليه، يعني بيحصل حوار، وما بس معي انا، مع الناس، مع بعض. انا بس شغال في الانترنت، واعتقد يعني الانترنت كانت من اكبر الفرص اللي اتيحت للشباب العربي انه يعبر عن نفسه. اول رسمه رسمتها كانت اعتقد كنت في الابتدائي، و كان في السودان وقتها كان في فيضان، كان في مشكله بتاعت ناموس. فعملت كاريكاتير زي سوبر هيرو يعني، وكان اسمه سوبر ناموسا، فانه سوبر ناموسا came and saved the day basically. انا قبل بالضبط يعني 2010 ما في حاجه، يعني انا اللي كانوا بيعرفون انه انا برسم اصحابي، يعني صحابي بس في واهلي في البيت بيعرفوا انه انا يعني برسم وانا كده، لانه من طبيعه دراستي يعني. لكن انا كنت عاوز ابقى رسام كاريكاتير، انه شغلي يترسم في يطلع في نيويورك تايم، يطلع في الجزيره، يطلع في العربيه، يطلع في البي بي سي. اخذت رسماتي مع بورتفوليو ومشيت على الجرايد ومجلات وكذا، يعني في قطر، في السودان، في مصر، في حتى أونلاين يعني ببعث لهم. ف they all refused it، كلهم. نهاية 2010 عملت صفحة في فيسبوك وبدأت أحط فيها شغلي. أول رسمة عملتها كان يوم اندلاع الثورة في تونس. الرسمة لما عملتها أتذكر إنه يعني it went viral. الرسمة اسمها the rest will follow. كان فيها علم تونس كبداية، بعده كان في مصر، ليبيا، الجزائر، السودان. فيعني ثلاثة من خمسة مش سيئة يعني. بعد كده لاحظت إنه في ناس ما بس سودانيين ولا بس أصحابي اللي هم on my Facebook page، في ناس تانين يعني، ومصريين، تونسيين، وبيستعملوا شغلي وبينشروه. It started being shared by activists المصريين في التحرير سكوير. حتى واحدة من رسماتي كانت رسمة مبارك مكتوب عليها مصر، بس لما بالتشكيل مكتوب مصر. فشباب عملوا لها جرافيتي في التحرير سكوير، كان قبل the fall of مبارك. بعد كده استعملوها برضو في اليمن. فجأة لقيت نفسي أنا وسط مجموعة من الشباب الأكتيفيست اللي شغالين في الثورات دي. طبعاً رسماتي يعني بحبهم كلهم، بس بحب يعني أكثر واحدة أعتقد تجاوب معها، خصوصاً الشعب السوداني يعني، اللي هي بتاعت اسمها سودان نيد ذا هاج. It's a silhouette of a lady hugging Sudan. يعني أعتقد إنه معظم السودانيين تفاعلوا معها، لأنه كلنا كنا بنشعر بنفس الطريقة دي، كلنا كنا عاوزين نحضن السودان. يعني الرسمة اللي نفسي أرسمها، طبعاً مفروض نفسي أرسمها، رسمة بتتكلم عن
انه اخيرا حل السلام في الوطن العربي او اخيرا حل يعني حاجه بوزيتيف يعني for a change. فنان الكاريكاتير اصلا ساخر يعني في كل حاجه يعني حتى لو ما رسمت عنها يعني انت لما تشوف الموقف او تسمع الموقف او تقرا عن الموقف اوتوماتيكلي كده انت في راسك بيكون في سخريه حاصله من الوضع. بس عامة يعني إنه الواحد يكون عايش في الشرق الأوسط والمنطقة العربية يعني في ماتيريال كثير جدا لأنك تكون فنان كاريكاتير لأنه أعتقد إنه إحنا الناس الوحيدين اللي we can't run out of business